الآن وحصل اليوم يا جزل القصيد غنيت بالقاف الفريد من لجل ميلا فلكيد أفضل ليالي في السنة المترف أم الحلا لها مع العالم غلا كل يرحب يا هلا اللي حضرت ميلا فنا اليوم يا جزل القصيد غنيت بالقاف الفريد اليوم يا جزل القصيد غنيت بالقاف الفريد من لجل ميلا فالكي تفضل ليالي في السنة المترفة أم الحلا لها مع العالم غلا كل يرحب يا هلا اللي حضرت ميلا فنا مبروك يا بنت الرجال ميلا في حسن القبال يا كثر عندك من جمال عسى حياتك في هنا وابوك شيخ المرجلة اللي يجيب الأولى محمد رفيع المنزلة راع الفقول الهائلة فيها الكرم ما له حدود عساه دايم في الوجود والعود في عين الحسود أقولها وعيدها أمك لها بين العرب ستوم واقف من ذهب هذه مفهد بنت الحسب الله يطول عمرها تمشي على سطح القمر أم الفخر وأم الصدر والساس حمران النظر انطير قوم المعجزة اليوم يا جزل القصيد غنيت بالقاف الفريد من لجل ميلا فالكيد أفضل ليالي في السنة اليوم يا جزل القصيد غنيت بالقاف الفريد من لجل ميلا فالكيد أفضل ليالي في السنة المترفة أم الحلا لها مع العالم غلا كل يرحب يا هلا اللي حضرت ميلا فنا مبروك يا بنت الرجال ميلا في حسن القبال يا كثر عندك من جمال عسى حياتك في هنا وابوك شيخ المرجلة اللي يجيب الأولى محمد رفيع المنزلة راع الفقول الهائلة فيها الكرم ما له حدود عساه دايم في الوجود والعود في عين الحسود أقولها وعيدها أمك لها بين العرب ستوم واقف من ذهب هذه مفهد بنت الحسب الله يطول عمرها تمشي على سطح القمر أم الفخر أم الصدر والساس حمران النظر انطير قوم المعجزة اليوم يا جزل القصيد غنيت بالقاف الفريد من لجل ميلا فالكيد أفضل ليالي في السنة اليوم يا جزل القصيد غنيت بالقاف الفريد من لجل ميلا فالكيد أفضل ليالي في السنة اليوم يا جزل القصيد غنيت بالقاف الفريد من لجل ميلا فالكيد أفضل ليالي في السنة من لجل ميلا فالكيد أفضل